إذن للتسجيل أنقر على ريجيستر، أدخل المعلومات اللازمة، إذن الاسم محمد، لقب العنوان البريد الإلكتروني، ثم البريد الإلكتروني مرة أخرى، وهنا إذن اليوزر نيم، ثم كلمة السر مثلا إساي لكسي أدز مثلا إساي، تجدون هنا اسمي الريفير محمد 1974، لجأ المحافظة عليه. بعد ذلك تدخلون الكابتشا نف ار تي 2 دبليو، تنقرون هنا اي هاف ريد اند اجري، ثم تنقرون على ريجيستر. اذا هذا بالنسبه لطريقه التسجيل بهذا الموقع. الاشاره فقط، صاحب هذا الموقع هو نفس صاحب موقع التيميت كليكس، والموقع الذي قدمته في الدرس السابق ايضا ادز بازار. اذا هذه الثلاثه مواقع، ادز بازار وليكسي ادز والتيميت كليكس، هي مواقع جديه لنفس لنفس الادمين. اذا لنرى الان طريقه العمل على هذا الموقع. انقر على لوجين. بطبيعه الحال بعد التسجيل تاتيكم رساله على بريدكم الالكتروني اذا لتفعيل عمليه التسجيل. اذا للتسجيل اكتب اليوزر نيم، ثم الباسورد والكود كابتشا، هنا اكتب الكود كابتشا، اذا للدخول لحسابي الشخصي انتظر قليلا. هنا اذا يقولون ايضا انه قاموا باضافة اذا بنك البيتكوين لطرق السحب. اذا اغلق هذه النافذة. اذا لنرى الان طريقة العمل على هذا الموقع. اذا للعمل على الموقع انقر على View Ads، وتجدون الاعلانات Fixed Advertisement واعلانات النقاط Sponsor Ads والGuaranteed Ads Lexi Ads الى اخره العديد من الاعلانات. اذا انقر على الاعلان، انتظر قليلا مرور الوقت كالعادة. اذا عند انتهاء الوقت ساقوم بالنقر على الصورة المعكوسة هاته، وهكذا تمت المشاهدة. نفس الشيء بالنسبة لبقية الاعلانات واعلانات نقاط. هذه الاعلانات تضيف فقط النقاط، بالنسبة لسبونسر آدز تضيف نقطة واحدة لمشاهدة الإعلان، يمكنكم مشاهدتها. بالنسبة لاستعمال النقاط سنرى كيفية استغلال النقاط في الفيديوهات القادمة إن شاء الله، في الفيديو القادم لهذا الموقع الذي يفسر إذن طريقة الاستثمار على هذا الموقع. إذن تمت المشاهدة. نفس الشيء إذن بالنسبة لبقية الإعلانات. أعود الآن إلى My Account لنرى إذن بالنسبة إذن لطريقة سحب الأموال من هذا الموقع. إذن نذهب هنا إلى ننقر على Withdraw، وتقومون بتحديد المبلغ واختيار الفيزة، علما أن الحد الأدنى للسحب هو 5 دولارات. أعود إذن لماي أكاونت. إذن بالنسبة لرابطكم الشخصي لتسجيل أعضاء جدد تجدونه هنا في الصفحة الأولى. إذن كما ترون لكسي أدز وان كوم ريفر
محمد 1974، هذا رابطي الشخصي لتسجيل أعضاء جدد كما تجدونه في البانر. يمكنكم هنا تجدون إذا الرابط الشخصي إذا بانر يوصل إلى رابطك الشخصي. إذا هذا كل ما أردت قوله. إذا بالنسبة لهذا الموقع سنرى في فيديو قادم إن شاء الله طريقة الاستثمار على هذا الموقع.